وبعد التحقيق لقيت ان دار بطاقة إيجار بعد ما حلت النظامية تحقيق من أجل القتل العام في شابة بعد ما تبين ان تقرير الطب الشرعي انها تولدت خنق ابنها على اثر الغضب منه. مبدئيا هو الابن الاوسط لها يبدو انه مصاب بالتوحد وهزوه للسبيطار لكن ما قدرش يبدو انه وصل في حالة وفاة.